المرة دي هعمل الفيديو بفويس اوفر. اول حاجة حطيتها السان جلو بتاع نوت، وبعدين كونسيلر، وده من لوريال رقمه 332. كل مرة بعمل اي شادو بالطريقة دي بحس ان هو ميسي جدا، بس في الاخر بيبقى حلو. بحط لون غامق من طرف العين من بره ومن الكورنر بتاع العين برضو من جوه، وبعدين بحط في النص لون مختلف. انتوا ممكن تحطوا اي لون انتوا حابينه طبعا، بس لازم يبقى افتح. انا هحط هنا لون شيمري، اللون ده على اورنج شوية اوكسيدي، وبعدين بوصل الحتتين الغامقين ببعض. باخد وقتي في الدمج، بس برضو بحافظ على اللون اللي في النص علشان ما يضيعش وانا بدمج. بعد كده هنضف تحت عينيا، ولو حسيت ان اطراف الاي شادو قوية قوي مش عارفة ادمجها، بجيب الاسبونج مكانه كونسيلر او فاونديشن وبمشي على الاطراف دي، بتخليها ناعمة جدا وبتظبط شكل الاي شادو. سوري. بعد كده بحط فاونديشن. الفاونديشن ده فريش تانت من ميبيلين، وده كونسيلر 332 من لوريال. بثبت باودر، بس بثبت خفيف علشان ما يزودش خطوط تحت عينيا. حسيت ان انا عايزه ازود بني فزودت شويه بسيط. بعد كده كونتور، وده من اماندا وعجبني جدا، انا جايباه بقالي مثلا شهر او حاجه، لطيف جدا جدا. بعد كده البرونزر، وبزود برونزر براحتي يعني، خصوصا في الصيف بيبقى شكله حلو. نفس الالوان اللي حطيتها فوق عينيا بحطها تحت عينيا. ببدأ بالبني الغامق وبعدين بزود الشامر. بعد كده هحط رموش، وما حطيتش رموش قوية قوي، ما كنتش حاسة ان انا عايزة رموش تبقى تقيلة قوي. الليب لاينر اللي انا حطاه من ماك اسمه سبايس، وروج من شي جلام كان في سات كده ثلاثة مع بعض واسمه هولي، وده هايلايتر، اي هايلايتر عندكم، وده من سماش بوكس. انا برضو نعمت شوية الاطراف بتاعة الاي شادو بالسبونج بعد ما خلصت، وزودت شوية من الشمر، والشمر كان كل شوية يقع بشكل رهيب، معرفش ليه، دي تاني مرة استخدمه يعني. وده اللوك الاخير بس كده.